غلاء منتج السكر من الأمور التي تشعل الرأي العام، وأثر انخفاض زراعة القصب في مصر على صناعة السكر من القصب رغم وجود البديل وإنتاج السكر من البنجر. فما هي التفاصيل؟ سنجيب عنها الآن من خلال تغطيتنا. وصلت مصر لنسبة تصل إلى 85% من الاكتفاء الذاتي من السكر بعد التوسع في زراعة بنجر السكر، إلا أن تراجع زراعات السكر دفع اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ قرار بإيقاف خطوط إنتاج السكر من مصنع أبو قرقاس في المنيا من قصب السكر والاكتفاء بتشغيل خطوط الإنتاج من بنجر السكر. ووفقا لتصريحات اللواء عصام البديوي، فإن زراعة القصب انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية بالفعل، وتحديدا في محافظة المنيا، رغم أن محافظة المنيا كانت تنتج سنويا 950 ألف طن، وكان مصنع أبو قرقاس يستقبل 750 ألف طن من القصب سنويا حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبلوا فقط 90 ألف طن، مما تسبب في خسائر بلغت 112 مليون جنيه. وأضاف أنه بسبب هذه الخسائر وتقليص المساحة المزروعة بالقصب وتراجع التوريد، تم اتخاذ قرار بإيقاف خطوط إنتاج السكر من القصب والاعتماد بدلا من ذلك على البنجر، مشيرا إلى أن تراجع كميات التوريد ليست السبب الوحيد في تراجع المساحات المزروعة بالقصب، بل يعود أيضا إلى ارتفاع أسعار القصب بسبب تجار العسل الأسود الذين رفعوا أسعاره بشكل كبير، واقترح أيضا وقف تصدير العسل الأسود لمدة 4 أشهر لتستقر أسعار القصب ولا تشتعل المنافسة عليه بين صناع السكر وتجار العسل الأسود. وفي بيان للديوان العام، أعلنت محافظة المنيا عن توجيه شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة بتوريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءا من الاثنين المقبل، مع تحمل الشركة كافة المصاريف للنقل بسبب انخفاض كميات القصب المتعاقد عليها وعدم كفايتها لتشغيل المصنع بكامل طاقته. وعن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض زراعة القصب في مصر، فهي أولا بالطبع نقص المياه، فيعتبر نقص المياه والتحديات المائية أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على زراعة القصب في مصر، نظرا لتزايد الطلب على المياه في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة والسكان، وتم تقليص حصص المياه المخصصة للزراعة، مما أدى بالطبع إلى تقليل المساحات المزروعة بالقصب. ثانيا التغيرات المناخية، فقد تأثرت مصر بشكل عام بالتغيرات المناخية بما في ذلك التقلبات في نمط وكمية الأمطار وزيادة درجة الحرارة. هذه التغيرات المناخية تؤثر على نمو النباتات وتتطلب تكييفات وتقنيات زراعية خاصة لزراعة القصب. ثالثا عوامل اقتصادية، فتأثرت زراعة القصب في مصر ببعض العوامل الاقتصادية مثل تكلفة إنتاج القصب وحاجة المزارعين للاستثمارات الكبيرة في الأراضي والمعدات الزراعية، فقد يتردد بعض المزارعين في زراعة القصب بسبب العائد المالي المحدود أو صعوبة الحصول على تمويل لتطوير الأراضي وتحسين الإنتاجية. رابعا المنافسة، حيث يواجه مزارعو القصب في مصر منافسة من صناعات أخرى مثل صناعة السكر من البنجر، كما أن بعض المزارعين قد يفضلون تحويل المساحات المزروعة بالقصب إلى محاصيل أخرى ذات ربحية أعلى أو أقل في التحديات. خامسا زيادة تكلفة الإنتاج، فيعاني مزارعو القصب في مصر من زيادة تكلفة الإنتاج مثل تكاليف الأسمدة والمبيدات والوقود والعمالة، فقد يكون ذلك عاملا يدفع بعض المزارعين للتحول إلى محاصيل أخرى ذات تكاليف إنتاج أقل.
ومن جهة أخرى هناك جهود مبذولة لتعزيز زراعة القصب في مصر وتخفيف التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة والري في مصر، تعمل على تنفيذ عدة إجراءات وبرامج لتعزيز زراعة القصب وتحسين إنتاجيتها. ومن بين هذه الجهود مشروعات الري، فقد تم توجيه الاهتمام بتحسين نظام الري وزيادة كفاءته، وذلك من خلال تطوير مشروعات الري المائي وتوفير مصادر المياه للأراضي المخصصة لزراعة القصب. ثانياً، التكنولوجيا الزراعية، فيتم تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية من القصب وتخفيف تأثير التحديات المناخية. وتشمل هذه التقنيات استخدام الري الحديث ونظم الري بالتنقيط والتحكم في الرطوبة والتحكم أيضا في الأعشاب الضارة. ثالثا، التوعية والتدريب، فتقدم وزارة الزراعة والري التوعية والتدريب للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة القصب، ويهدف ذلك إلى تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في إدارة المزارع وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية. البحث والتطوير، يتم تنفيذ برامج البحث والتطوير لتطوير سلالات جديدة من القصب ذات إنتاجية عالية ومقاومة للتحديات البيئية والمرضية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة القصب المنتج وزيادة كفاءة الإنتاج. خامساً وأخيراً، الدعم المالي، تقدم الحكومة المصرية دعماً مالياً ومساعدات للمزارعين لتشجيع زراعة القصب وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ويشمل ذلك توفير التمويل والقروض بشروط ميسرة وتقديم المساعدات الحكومية المباشرة لتعزيز إنتاجية القصب. هذه الجهود تهدف بالطبع إلى تعزيز زراعة القصب في مصر وتخفيف التحديات التي تواجهها، وتعزيز دورها في صناعة السكر وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل للمزارعين. مشاهدينا، بكده تكون انتهت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال، شكرا لكم.